يلتقط الأنفاس، يحاول في ركلة الأولى، ركلة في المرمى، يتقدم الأهلي تسديد ركلة الجزاء. الكرة تضرب في القائم، التركيز مهم في تنفيذ ركلات الجزاء. الكرة تخطئ المرمى، التركيز مطلوب في تنفيذ ركلات الجزاء. الله على التنفيذ، الكرة في المرمى، والتنفيذ مميز لركلة الترجيح. الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. الكرة إلى خارج المرمى، لم يكن في وضعية مريحة، كان قلقا، كان متوترا، هكذا كانت الملامح واضحة. الكرة في المرمى، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في الشباك. لكنه يخفق في التصدي لركلة الترجيح. إذا لم يسجلها ضاعت المباراة. هل تعرفون ماذا يعني ذلك؟ ركلة ترجيح أخيرة لحسم المباراة.